زميل شاكر مواسي لكم المشاهدين، أهلا بكم. نعم نتواجد في ملاحم البلد في مدينة رهط مع بداية شهر رمضان المبارك، وتعودنا على هذا الموضوع كثيرا، إقبال كبير على محلات بيع اللحوم الملاحم في منطقة النقب بشكل عام لتجهيز موائد الإفطار، وخاصة من لحوم الأغنام المواشي وتجهيز المناسف بشكل كبير في منطقة النقب. نعم شاهدنا اليوم ذبح الكثير من الخراف والمواشي في هنا في ملحمة البلد، وعلى ما يبدو أن المجتمع البدوي يحب كثيرا المناسف. ومع بداية شهر رمضان المبارك بجانبي سيف الطوري، هو صاحب ملاحم البلد. سيف يعني مساء الخير. نحكي أولا كيف الإقبال على شراء اللحوم يعني الليلة الماضية واليوم مع بداية شهر رمضان المبارك؟ أولا مساء الخير لك ولجميع المستمعين أخوي حسين، ورمضان كريم علينا وعلى جميع الأمة الإسلامية بإذن الله. إخواننا في إقبال السنة هذه مخصوص بعد ما انحرموا الزباين السنة اللي فاتت من أنهم يجوا للمحلات بشكل عادي جدا عشان الكورونا. إخواننا اليوم صرنا نحس من 10 أيام لليوم في إقبال رهيب، وكأن مقبلين على عيد أضحى مش رمضان. يعني الكورونا خلصت عند بالنسبة للناس؟ بالنسبة للناس خلصت، وتفاؤل جدا موجود عند الناس، ما في احترام. اللهم صل على النبي، اول يوم بمر الحمد لله لا مشاكل عندنا كرهط، ولا فيكوحيم ولا مجادلات في الاسعار ولا شيء. الناس بالنسبه للاسعار، وبتعرف اوضاع الناس صعبه يعني خاصه مع ازمه الكورونا، يعني الاسعار اكثر من اغلى من الموسم الماضي. كيف ممكن تحكينا عن الاسعار؟ اخوان انت بتعرف كملحمة البلد او فروع شبكة ملحمة البلد، بتعرف انت كل سنة او على مدار السنة اسعارنا معقولة جدا، و الشركات ما ظنيت يكون زينا من ناحية اسعار، لكن الاشي الوحيد اللي لازم الزباين يفهموه، رمضان السنة هذه والسنة الجاية ولحد 2026 راح يجي مع عياد يهود، لكن احنا كنا حذرين جدا. اشترينا بضاعة قبل شهرين أو خلصنا عليها بالأحرى، ودفعنا مصرياتنا، عشان كذا اليوم أسعارنا معقولة. الأسعار جدا 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 غالية في الأسواق اليوم، من ناحية عجل خروف والدجاج. الدجاج اليوم بالدورة ما بتلقاه، أول مرة من 16 سنة بيصير زي كذا في كل الشركات، لكن الحمد لله احنا كنا حذرين جدا عارفين الشيء هذا. خلال فترة 5 سنين لازم نكون احنا متعودين عيادنا مع عياد اليهود البيسح والعدس مقوت ورمضان وعيد الفطر في نفس الشهر. نعم بالنسبة لأوضاع الناس الاقتصادية يعني الصعبة، الناس تشتري أقل كميات، يعني بتلاحظ أنه بيحاولوا يوفروا في هذا المجال؟ من ناحية الوضع الاقتصادي أنا اليوم بفكر حسب ما شفت عندي تغير عن السنة اللي فاتت. الموسم هذا رمضان هذا أكثر الناس عادي بتشتري ولا بتجض من ولا شيء، تشتري بكميات الحمد لله، ولا كأن في كورونا ولا في وضع اقتصادي صعب من ناحيتنا هني. أنا بفكر أن الكورونا خلصت عندنا في الجنوب. نعم نحكي على موضوع المناسف، المجتمع البدوي يعني حتى مع بداية شهر رمضان مش ممكن يغير موضوع المناسف والوجبات الإفطار في هذا المجال. طبعا موضوع المناسف ما بيتغير، لأن المنسف هو بيمثل البدوي، بيمثل الكرامة البدوية. زي ما بتمشي اليوم عياركة كبة نية صح بيضيفوك، احنا عندنا اليوم المنسف البدوي هي الضيافة الرسمية لكل ضيف، ونسأل الله بإذن الله ان يعم السلام على جميع الأمة الإسلامية والعربية وخاصة العنف. احنا بالناشد العرب في الداخل نسألهم بالله انه يخفوا من العنف شوي، في نمنعه بالمرة مش بس نخف منه. اقول لك ايش نمنعه في رمضان على القليلة، الاشياء اللي بنشوفها في الفيديوهات اليومين الاخيرة تقشعر لها الابدان، وهذا بيأثر على أجواء رمضان. طبعا يا أخوي أنت أنا وياك أخوان، إيش اللي بيفرق بين رهط ولا كفر مندى ولا الناصرة ولا دير الأسد ولا الطيبة ولا سخنين ولا طمرة ولا الحدث اللي البارح المؤسف كان لأختنا اللي في الطيرة؟ أنا وأنت واحد اليوم، أنا وياك واحد، على الله نفهم الشيء هذا، أن احنا أنا وأنت واحد.
نضم صوتنا إلى صوتك. شكرا سيف، حياك الله أخوي. كل عام، نعم كل عام وأنت بخير. نعم الزميل شاكر مواسي، هذه صورة الوضع هنا في منطقة النقب، الخراف والمواشي جاهزة لاستقبال الزبائن وتجهيز المناسف على موائد الإفطار. من راهط نعيد البث إلى استديوهات قناة هلا. شكرا لك الزميل حسين العبر. أعزائي المشاهدين نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود لمتابعة فقرات البرنامج هذا اليوم من قناة هلا. ابقوا معنا.